ابانا غرسوا الشجر في غرسوا في الحجر الجبال هذه واش غرسها احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا نشربوا في الزيت الزيتون تاعها الان واللي راهم يحرقوا فيها اعداء الله واعداء رسول الله واعداء الامه واعداء الجزائر. يستحيل تكون الحرائق هذه هكذاك وحدها نابت. علاش ما نضتش سيدي قبل؟ والله الحرائق كل ضربه وحده تجي. حنا نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل. هذا واش نقول لكم؟ اللي حاب يفسد هذه البلاد الشجره تلقاها ناس هي تبكي احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد ماتوا له ثلاثه في العائله، تاع الجيش نتاعنا وليداتنا جبناهم باش يحرسوا البلاد ولا يطفوا ماتوا عشره، الشعب مات، الخيرات تاع الناس راحت. يا ويحك يا اللي حرقت الغابه. يا ويحك يا اللي حرقت الغابه. يا ويحك الغابه تطفى، الله يخلف على الشجره ما يغرفش على اللي يقصها ولا اللي يقتلها. الله يخلف على الشجره تخلف الشجره. عام وعامين وشوية ثلج من عند ربي وشوية مطر وهي زهرة فرحانة، بصح اللي قطعها ما يخلفش عليه الله عز وجل. وش تقول لله؟